مساء الخير. بس تشوفوا تمر وفواكه مجففة ومكسرات أكيد بتفكروا برمضان. اليوم رح أعطيكم أفكار كيف فيكم أنتم تحضروا طاولة مثل هاي ببيوتكم. شو هن الأشياء الرمضانية يلي استعملتها هون؟ عملت صينيتين مصفوف فيهم التمر والفواكه والمكسرات بطريقة كتير حلوة، فإذا إجا لعنا ضيوف فينا نقيم الصينية مثل ما هي ونضيف فيها ونرجعها على الطاولة لأنه شكلها كتير حلو. وبنفس الوقت عزت مردبين وعبيتهم الغراض، نفس الغراض الموجودة هون موجودين بقلب هول، بس بتعطي شكل جديد على الطاولة. وبالنسبة للألوان، أنا شخصياً بحب ألوان النحاس برمضان لأنه بحسه بلابق لهالشهر. إذا أنتوا عندكم لون مفضل ولون يلبق على بيتكم استعملوه. ميزة هيدي الطاولة إنه مش بس عليها أغراض للأكل، هي عن جد ديكور لبيتكم إذا هيك بدكم تاخدوها. يعني حلو تكون موجودة وحلو تفوتكم بهالجو، وإحساس بتعطي كتير حلو لإلكم ولضيوفكم. فكرة تانية بحب أعطيكم إياها هي جنب هاي طاولة التمر، حلو يكون عندكم طاولة للقهوة وللشاي. عادة كتير عالم على الإفطار بحبوا يفطروا على حبة تمرة وفنجان قهوة قبل ما يبلشوا الأكل، فهاي كمان شغلة حلوة يكون موجودة عندكم. وإن شاء الله تكون عجبتكم هالطاولة اللي حضرت لكم إياها، وإنتوا تحضروا شي هيك ببيوتكم لأنه لتضلكم تتذكروا قديه هيدا الشهر كريم.